نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم رعى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل ختام دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 والذي أقيم على استاد مدينة خليفة الرياضية. جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وعدد من ممثلي الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية وكبار الحضور والمدعوين ليسدل الستار على أكبر حدث رياضي تنظمه المملكة. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أسمايات الشكر والتقدير إلى جلالة ملك البلاد المعظم على رعايته الكريمة للدورة، والتي تعد امتدادا للرعاية الفائقة التي يليها سموه للحركة الرياضية. كما رفع سموه خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى الشباب والرياضة بمناسبة نجاح مملكة البحرين في التنظيم وحصول أبطال وبطلات المملكة من مختلف لاعبي المنتخبات المدرسية على 66 ميدالية، من بينها 13 ميدالية ذهبية. وضعت البحرين في المركز 13 من بين 71 دولة مشاركة في إنجاز جديد للرياضة البحرينية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالإنجازات التي حققها طلبة وطالبات المملكة في الدورة الأمر الذي يهيئ الأرضية الصلبة لولادة أبطال عالميين وأولمبيين للمستقبل في مختلف الرياضات. كما نوه سموه بجهود كافة الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في إبراز الحدث وتحقيق النجاح التنظيمي. كما أشاد سموه بدور اللجنة المنظمة العليا برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، واللجنة التنفيذية برئاسة السيد علي عيسى إسحاقي، وكافة اللجان العاملة والمتطوعين، الأمر الذي يعكس ما يتمتع به أبناء المملكة من قدرات عالية في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية على أعلى المستويات. متمنيا سموه لجميع الطلبة والطلاب المشاركين دوام التوفيق والنجاح لظهور أبطال يرفعون راية المملكة بمختلف المشاركات الخارجية. هذا وقد بدأ حفل الختام بوصول نائب راعي الحفل بمصاحبة عزف السلام الملكي، تبعه دخول أعلام الدول المشاركة والبالغ عددها 71 دولة، وتلاه كلمة لسعادة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، عبر فيها عن الفخر والاعتزاز باحتضان مملكة البحرين هذه الدورة الدولية وبما حظيت به من رعاية سامية لجلالة ملك البلاد المعظم، وما شهدته من مشاركة استثنائية من الطلبة من مختلف دول العالم، مما أهلها لتكون الدورة الأكبر في تاريخ الألعاب المدرسية الدولية. كما تقدم سعادته بخالص الشكر والامتنان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه ومساندته للرياضة المدرسية وتطويرها، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لما حظيت به الدورة من اهتمام ودعم مستمر، مما كان له إسهامه في نجاح البطولة وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة لكبرى البطولات الرياضية. ثم ألقى السيد أنطونيو هورا كلمة الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، شكر فيها مملكة البحرين على حسن الاستقبال والاستضافة والتنظيم الاستثنائي لأكبر فعالية يقيمها الاتحاد، مؤكدا ضرورة أن يكون المشاركون متنافسين في البطولة ومتواصلين بعدها. وأعقب ذلك دخول عرض الفرقة الموسيقية لوزارة الداخلية، ثم استعراض فيلم ملخص عن الدورة، واختتم الحفل بأغنية البطولة ودخول ممثلي الدول المشاركة لالتقاط الصور التذكارية ليسدل الستار عن الدورة التي شهدت مشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية يمثلون 71 دولة من مختلف دول العالم، تنافسوا على امتداد أسبوع كامل في 26 رياضة.
قصة نجاح أخرى تضاف إلى سلسلة من قصص النجاح والتفوق والتميز في مختلف المجالات. ها هي مملكة البحرين تختتم الدورة الأكبر في تاريخ الرياضة المدرسية. فعاليات دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 بمشاركة نحو 70 دولة، وهي دورة عالمية مهمة للنهوض بالنشاط الرياضي المدرسي ودعم وتعزيز الإنجاز الشبابي فكرا وممارسة. شكر لله والشكر للقيادة الرشيدة على رأس سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى على رعاية لهذا الحدث ودعم لهذا الحدث الكبير اللي اليوم البحرين يعني استقبلت الدول الكثيرة من حول العالم بما يعد 70 دولة. وكل التقارير اللي حصلناها سواء كانت من الاتحاد الدولي للألعاب المدرسية أو حتى من الوفود الرسمية اللي أرسلونا شهادات شكر على ما قامت فيه مملكة البحرين، وعلى رأسهم المتطوعين اللي اليوم قاعدين نشوفهم، فريق عمل كبير من المتطوعين أدوا الكثير لإنجاح هذا الحدث. هذه الدورة التي نظمتها مملكة البحرين تسهم في تحفيز الأجيال القادمة على تحقيق إنجازات رياضية رائدة، إذ تعد استضافة المملكة لهذه البطولة تعكس التزامها بتطوير الرياضة الشبابية وتشجيع وتحفيز المواهب الرياضية الصاعدة. حاب أشكر مملكة البحرين على هذا التنظيم الرائع الأكثر من رائع، سواء من يوم الافتتاح أو يوم الختام، وصراحة التنظيم أكثر من رائع، يعني بمختلف الدول ومختلف الثقافات ومختلف الأعراق تجمعت في مملكة البحرين. ودائما أنا قلتها في لقاء سابق مع الأخوان، قلت ما حد خاسر اليوم في البحرين. كان تنظيم ما شاء الله والحمد لله في القمة، وتن ناسها تن ما شاء الله، ونشكر تن بالبحرين على حسن استضافتهم. الحمد لله شاركنا في البطولة العالمية المدرسية المقامة بالبحرين. كان البحرين عموما دولة رائعة ما شاء الله، وناسها طيبين كرماء، كان تنظيم ما شاء الله رائع صراحة. حنا عجبتني البحرين، عجبني تنظيم البطولة، عجبني كل شيء. نتمنى إن شاء الله تجينا فرصة أخرى نزورها، وشكرا لكم. إن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي العالمي لهو شهادة لما وصلت إليه وحققته المملكة اليوم من تقدم وتميز في مسيرتها الرياضية، مما رسخ مكانتها ودورها الشامل في دعم الشباب الذين هم عماد كل المجتمعات، لتصبح هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ دورات الألعاب العالمية المدرسية. في ختام دورة الألعاب المدرسية الدولية استطاعت مملكة البحرين اليوم أن تثبت للعالم استطاعتها الكبيرة على تنظيم حدث رياضي استثنائي على مستوى عالمي بفضل الجهود المتواصلة من قبل القيادة الحكيمة لدعم الرياضة في مختلف مجالاتها. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.